تعريفا بما تملكه المملكه من ارث حضاري وانساني عريق نظمت هيئه البحرين للثقافه والاثار مساء اليوم جوله ثقافيه للسفراء المعتمدين لدى البحرين واعضاء السلك الدبلوماسي تنقلت بين عدد من المواقع الثقافيه وذلك بالتعاون مع عميد السلك الدبلوماسي في المملكه سعاده السفير الكويتي الشيخ عزام مبارك الصبح. وانطلقت جوله اصحاب السعاده السفراء من متحف البحرين الوطني حيث تعرفوا على ما يحتويه من مقتنيات أثرية تمثل حقبا مختلفة من حضارة البحرين الضاربة في عمق التاريخ إضافة إلى ما يضمه من نشاط ثقافي متمثل في معارض عالمية ومحلية كمعرض الأزياء الهندية الملكية ومعرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية الثاني والأربعين المتواجدين حاليا فيه بعد أن تقل الوفد الدبلوماسي إلى مدينة المنامة حيث توجهت جولة السفراء إلى باب البحرين ودائرة البريد تاريخ وتوثيق للتعرف ايضا على جزء اخر من تاريخ مملكه البحرين انتقلت جولتهم الى قلعه الشيخ سلمان بن احمد الفاتح في الرفاع حيث اطلع الوفد على القلعه والعروض المتحفيه الخاصه بداخلها والتي توثق لتاريخ الاسره الحاكمه في البحرين وكان ختام جوله اصحاب السعاده السفراء في موقع قلعه البحرين اول موقع للبحرين مسجل على قائمه التراث العالمي لليونسكو وتعرف الوفد على أهم جوانب القلعة التاريخية والموقع المجاور لها والذي يعتبر دليلاً على تعاقب الحضارات على مملكة البحرين منذ دلمون وحتى اليوم